بصبح عليكم وبصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وتعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومكملة لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو كثافات مرورية بسيطة ومش مؤثرة، لكن لو كملنا ورحنا لكوبري الجلاء هناك هتلاقي في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة، وعند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة وهتبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار. بتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للي قادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، ونفس الموضوع للمتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للي جاي من المعادي للجيزة، وبرده كمان في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. هنروح بقى لشوارع الجيزة، وفي هناك كثافات مرورية على محور 26 يوليو للي قادم من أكتوبر وبتستمر معانا لحد ميدان لبنان، وناخد بالنا أن المتجه المهندسين لأكتوبر في تحويلة مرورية بسبب أعمال التوسعة للمحور. لو كملنا جولتنا في شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، الكثافات طبعا بتزيد مع ساعات الذروة. باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومطكور والطلبية. كمان ظهرت كثافات في منطقة مشعل وكثافات في شارع العشرين لحد الطلبية، وكثافات تانية للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق، ومكملة معانا لحد شارع أو طريق العشرين. كمان ظهرت كثافات أخرى في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. كمان بتظهر كثافات على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، كثافات هناك كمان مرورية متحركة. نفس الموضوع في كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. ظهرت كمان كثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. هنروح لمحافظة أسيوط، هناك هنبدأ جولتنا من طريق إنا منفلوط اللي بيشهد كثافات نسبية متحركة. الكثافات دي بتبدأ تقل بشكل تدريجي لحد ما نوصل لميدان أم البطل ومسجد الحسن، وفي مدينة أسيوط نفسها كمان وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط. ولما هنوصل هناك هنلاقي فيه كثافات مرورية بتظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، وطريق المنيا أسيوط كمان في سيولة مرورية. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد الإسماعيلية، وبالتحديد في ميدان أحمد جويلي، هناك بتظهر كثافات مرورية لكن مش مؤثرة. بعدها هنروح شارع أم كلثوم اللي بيشهد سيولة مرورية متحركة لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية الزقازيق اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية كبيرة جدا. ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي كمان بيشهد سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. وفي الشارع هناك هتبدأ تظهر بعض الكثافات المرورية إنما متحركة وهتقل كمان وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. ونروح لطريق أحمد أبو زيد وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي، ولو فضلنا ماشيين لحد المنطقة الصناعية هناك في كثافات مرورية متحركة. كده خلصت جولتنا المرورية، وهنرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا جزيلا.